في إطار التوجيهات الملكية السامية وتنفيذاً لأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قامت وزارة الإسكان بمواصلة تسليم شهادات التخصيص بمدينة شرق سترة والمفاتيح في مدينة شرق الحد. هذا وتمت عملية التسليم لأصحاب الطلبات ضمن القوائم التي قامت بإعدادها بصورة مسبقة وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية. وأكدت الوزارة أن عملية التوزيعات الإسكانية مستمرة بوتيرة عمل متسارعة ضمن الجدول الزمني، لافتة إلى أن تكامل خطة العمل فيما يتعلق بإنشاء مدن جديدة ومشاريع تنموية تسهم في خلق المزيد من المشاريع الإسكانية التي يمكن للمواطنين الاستفادة منها، وذلك تحقيقا لأهداف خطة التعافي الاقتصادي. المشاريع الإسكانية يتميز بعضها بمواقعها المطلة على واجهات بحرية، كما توفر مسارات لممارسة رياضة المشي والدراجات الهوائية، فضلا عن توفر المساحات المفتوحة والاهتمام بالتشجير والمساحات الخضراء، وذلك في إطار حرص الحكومة على توفير مقومات جودة الحياة في المشاريع الإسكانية. الحمد لله، اليوم استمرت وزارة الإسكان في توزيع الوحدات السكنية، وذلك ضمن توجيهات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة بتقديم 40,000 وحدة سكنية، وأيضا لتنفيذ أمر سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه في توزيع 2000 وحدة سكانية إضافية في مختلف مناطق مملكة البحرين. اليوم الحمد لله الدفعات مستمرة في مدينة شرق سترة ومدينة شرق الحد، والحمد لله سعيدين أن نشوف أهالي المنطقة أنهم يستلمون الشهادات المخصصة لهذه المدن النموذجية بإذن الله. أوجه شكري إلى القيادة الرشيدة لرسم جلالة الملك وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الشيخ سلمان، والحمد لله كان الشعور جدا سعيد بعد ما وصلنا الاتصال من أمس بأن تم ترشيحي للحصول على وحدة سكنية، والحمد لله جميعا استانسنا، خبرت الأهل كلهم استانسوا ومبسوطين، والحمد لله رب العالمين.